مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصه طب الاعشاب. كما ولا لكم وكما العدد دائما نحاول نجيب لكم عشبه جديده. الهدف من هذا الحصه او من هذا البرنامج انه نشوفوا بزاف الاجيال هذه راهي ما تعرفش الاعشاب اللي تاع جدادنا، اللي يعني كما مالفين بكري يداووهم ياكلوا الاعشاب هذو يداووا بهم، يعني كغذاء وكعلاج دائما، خاصه على حسب الفصول، خاصه فصل الشتاء وفصل الربيع. نعرف انه بزاف يعني اعشاب اللي راح يخرجوا ويبانوا. قلنا دائما باش نعرفوا الجيل هذا بالاعشاب، لانه الجيل هذا يعني بزاف نشوفوا للاسف يجي انسان 50 سنه ولا 60 سنه كي تقول له غير المريوته يقول لك انا ما نعرفش المريوته. يعني لما نديروا يعني حصص كيما هذو راح لما تشوفوا العشبه يعني اكيد لما تشوفوها يعني برا في الحقوله راح تتعلموا وتولوا تعرفوها. لهنا كيما اليوم جبنا لكم لسان الثور او لسان الفرد، كذلك تنبت في فصل الشتاء معروفه، لكن يعني المده تاعها ما تطولش بزاف، يعني تبقى مده صغيره وما تعمرش بزاف كما تشوفوا الاغصان تاعها، وفيها واحد الزغب كما الشوك. يعني لما نشوفوا الاوراق ديالها راها محروشه، فيها شوك صغير ما يبانش، يسمى يعني ما يسماش شوك، ماشي يعني لما نقدروا نلمسوها هكذا نقدروا نلمسوها. كما تشوفها فيها ازهار الزرقاء هذه، تنبت في فصل الشتاء، يعني حتى الازهار في فصل الشتاء يعني تخرج وما تعمرش بزاف، يعني ما تطولش مده طويله. وكذلك يعني ما نقدروش نحطوها يعني الاوراق ديالها ما تتيبش لانه تفقد الفعاليه تاعها تولي ما فيها حتى فايده. لكن الازهار ديالها نقدروا نلبسوها ونخبوها الوقت الحاجه كي يستحقوها، يعني تستعمل الازهار ديالها كعلاج. لكن الاوراق ديالها والسيقان ديالها ماذا بنا يعني الجيل تاع دوكا يعني عاود يولي للماضي، خاصه في التغذيه يولي الماضي في التغذيه ديال الحوايج تاع بكري، يعني يقدروا يستهلكوها مع حشاوش واحد اخرين، ينقيوهم وينحقصوا لها الورق هذا اللي عريض، يعني يخلوا اغلبهم يعني يبقاو السيقان، يخلوا غير شويه تاع الورق ويستعملوهم كما نقولوا يطيبوا السوق يطيبوا القرنينه يطيبوا حوايج بزاف يعني في الفصل هذا ينتكلوا يخلطوهم. قلنا دائما الازهار يعني فيها منافع بزاف، خاصة اللي عندهم الماء في قلبهم، يعني المرضى اللي عندهم القلب وعندهم الماء يعني قلبهم منفخ فيه الماء، يعني بزاف فيه فوائد من الازهار هذه نستعملوها. كذلك قلنا يعني معلومة انه الاغصان ديالها لما يبسوهم راها الفعالية تاعهم تموت، تولي ما تتكزيستيش، يعني ما نداويوش بها ما نستحقوهاش. لكن الازهار هي والبذور ديالها هي اللي راح تعمر، نقدروا نلبسوهم ونخبيهم ونستحقوهم في وقت الحاجة يعني للعلاج. قلنا دائما اللي عندهم يعني مرض القلب عندنا بزاف يعني نستعملوا الأزهار ديالها والبذور، البذور كما راكم تشوفوا. كذلك عندنا هو مسهل للامعاء، يعني خاصه يعني اللي عنده الاستوما راه يقدر يعاونه، يعني يقدر يدير الازهار ديالو في كاس تاع يعني كيما هذا، يقدر يديرهم في الماء يخليهم يعني يتلقوا ما دافي ربع ساعه ولا يصفيهم، يعني موش علاج كامل لكن بزاف راح يصيب الراحه. كذلك اللي عندهم الديدان خاصه الاطفال، يعني تقدروا تعطوا لهم لكن ما تكثروا لهمش منهم، تقدروا تنقعوهم في الماء تخليهم يتلقوا شويه، لازم تكون حاجة خفيفة، يعني كيما كاس ما نزيدولهمش ست زهرات ولا سبعة، تخليهم يتلقوا في الماء وتصفيهم وتعطوا لهم يشربوا، رايح يعاون يساعد باش يهبط هذاك الدود. كذلك عندنا يدير كذلك الأزهار، أنا نهضروا على الأزهار تاع لسان الثور، يقدر يدير غسيل للكلى، لما نقعوهم في الماء ونشربوهم راح يعني إذا كان فيها ترسبات ولا الكلى رايح يدير لهم يعني غسيل. ننصح يعني مشاهدينا الكرام انه في الفصل هذا يعني كل فصل عنده علاج خاص وغذاء، يعني علاج وغذاء، يقدروا يعني يغتنموا الفرص في اوقات كيما هذه، يعني يخبوا هذه الحوايج ويستحقوهم من واحد الحاجه، يعني يقدر يعني دركا يبدا يخبي فيهم لانه يعني المده تاعها قلنا يعني ما تطولش، يعني بالخف يبس المده تاعو يعني قصيره بالبزاف. قلنا دائما يعني كما نشوفوا يعني هذه العشبه ماشي مع بزاف، يعني ما نصيبوهاش في كل الاماكن، لكن تكون خاصه نصيبوها حتى في حواف الطرق، يعني حتى يعني حواف الطرق ما نقدروش نحوا منهم الاخر لانه الغبار ويعني ما تكون بلاصه، لكن لما نشوفوا يعني بلاصه اللي تكون نقيه وتكون اخر ونشوف الحوايج هذو يعني نقدروا نحوم يعني نخبوهم نستحقوهم الوقت الحاجه، يعني نقدروا كذلك في الحقول حاجه قليله يكون في الحقول في الغابات
ثاني حاجه قليله، لكن يكون في بلايص اللي تكون فيهم يعني البروده بزاف وفيهم الميديتي، راح ثم يعني حتى المده تاعو راح يطول شويه في الوقت تاعو، يعني نقدروا نستعمل يعني نقدروا نتحصلوا عليه، ماشي يعني ماشي حاجه صعيبه باش حاجه سهله. ما نقدوش يعني كاين اعشاب، قلنا كاين اعشاب ريال اللي نقدروا نجيبوهم ونردوهم يعني نغرسوهم في ديارنا، اللي عنده حديقه اللي عنده بلاصه تراب ياس، لكن الحوايج هذو ما نقدوش نغرسوهم لان عشبه بريه 100% يعني تنبت في الخلا، ما نقدوش نغرسوها يعني ما تنجحناش. مشاهدي الكرام ان شاء الله تكونوا استفدتوا من العدد اليوم، نتلقاو في العدد الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.